قبل قليل فقط انطلق هذا الاجتماع، ربما بعد حديث طويل وجدل بشأن مشاركة الجانب الخاص بالاحتلال الإسرائيلي ومدير الموساد الإسرائيلي في هذه الاجتماعات. حسم الأمر بالإعلان لمصادر خاصة بالغد عن انطلاق هذه الاجتماعات قبل قليل. هذه الاجتماعات هي اجتماعات رباعية بمشاركة قطرية أمريكية إسرائيلية، وأيضا بحضور مسؤولي ملف الفلسطيني في جهاز المخابرات العامة المصرية. هذا الاجتماع وفقا للمصادر يبحث في المقام الأول التفاصيل المتعلقة بالصفقة التي من المقرر أن يتم الإعلان عنها بالخطوط العريضة اليوم، فيما يتعلق بالتفاصيل الخاصة بعدد المحتجزين الإسرائيليين الذين سيتم الإفراج عنهم من جانب الفصائل الفلسطينية، وكذلك أيضا في المقابل عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم من داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. المصادر تشير إلى أن التفاصيل تم الحديث بشأنها خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل زيارات متتالية للفصائل الفلسطينية إلى القاهرة، وكذلك أيضا من الجانب الإسرائيلي مسؤولين من الشباك وأيضا من الموساد الإسرائيلي الذين حضروا إلى القاهرة للحديث بشأن تفاصيل تلك الصفقة حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وفقا للمصادر أيضا هذه الصفقة التي يتم الحديث عنها سينتج عنها وقفا لإطلاق النار يصل إلى نحو 6 أسابيع خلال الفترة المقبلة، وبعد ذلك ستنطلق أيضا جولة تزامنا مع هذه الخطوة وتنفيذ تلك الخطوة، ستنطلق جولة جديدة من المفاوضات برعاية مصرية قطرية أمريكية تتعلق بإمكانية التوصل إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار في قطاع غزة. هذه الجهود التي جاءت بعد عدة زيارات من الجانب المصري إلى عدة دول ومطالبات مصرية قطرية بالتنسيق مع الجانب الأمريكي لإمكانية الوصول لتلك الصفقة، فيما يتعلق بالوصول إلى يعني التفاصيل الخاصة بعدد الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم مقابل عدد المحتجزين من الجانب الإسرائيلي الموجودين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والذين سيتم الإفراج عنهم. هناك حديث ربما متواتر وتفاصيل تأتي لنا عبر مصادر تشير إلى أن هناك يعني ربما بوادر إيجابية تتعلق بأن الاجتماع اليوم سيكون حاسما فيما يتعلق بالتفاصيل الخاصة بالوصول إلى هذه الاتفاقية الخاصة بوقف إطلاق النار ولو لمدة 6 أسابيع وفقا للاتفاق الأولي، ثم بعد ذلك سيكون هناك الخطوة التالية المتعلقة بإمكانية التوصل لاتفاق دائم وشامل فيما يتعلق بوقف إطلاق النار. القاهرة من جانبها ومن خلال الحضور المصرية ومن خلال جهاز المخابرات العامة المصرية ومسؤولي الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات يعملون على الضغط على الأطراف المشاركة في هذه الاجتماعات فيما يتعلق بضرورة وقف هذه الحرب، حرب الإبادة الموجودة في قطاع غزة، خاصة في ظل يعني الأنباء والتصريحات المتتالية من الجانب المصري الرافضة لاستمرار هذه الحرب، وكذلك أيضا الرافضة للتصريحات والتهديدات الإسرائيلية سواء لمحور فيلادلفيا أو كذلك أيضا ما يتعلق بالحدود المصرية مع قطاع غزة ومع الجانب الإسرائيلي. وبالتالي القاهرة معنية في المقام الأول بوقف إطلاق النار ولو بشكل مؤقت في هذا التوقيت، ثم بعد ذلك انطلاق جولة من المفاوضات تتعلق بإمكانية وقف هذه الحرب التي تصفها القاهرة بأنها حرب إبادة للجانب الفلسطيني، وكذلك أيضا وقف المساعي الإسرائيلية التي تعمل على تهجير الفلسطينيين باعتبارها تصفية للقضية الفلسطينية، وهو ما اعتبرته القاهرة خطا أحمر ورفضته القاهرة وشددت عليه، بأن حتى يعني المصادر التي المطلعة التي أكدت لنا اليوم على أن القاهرة تتعامل مع التهديدات الإسرائيلية وفقا لكل السيناريوهات وكل السيناريوهات مفتوحة للتعامل معها خلال الفترة المقبلة في ظل التهديدات الإسرائيلية المتتالية بالضغط على الفلسطينيين في رفح وكذلك التهديد بعملية برية موسعة في رفح الفلسطينية. نعم.